ما تزال التحركات السياسية مستمرة في دولة الكويت لجمع وفدي الحكومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في طاولة مشاورات واحدة للتوصل إلى حل ينهي الصراع في اليمن. حتى الآن لم تنجح الكويت بدفع الطرفين للتنازل ولو قليلا في سبيل الوصول إلى أسس واضحة تبنى عليها مشاورات الكويت، خاصة وفد الميليشيا. فكيف ستفلح إذن بجعلهم يتنازلون عما يعتبرونها مكاسب على الأرض؟ يقول مراقبون. الكرة الآن في ملعب الميليشيا للموافقة على الشروط الست للحكومة والتي أكد عليها رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي، والذي أضاف بأن الوفد الحكومي لن يغادر الكويت إلا بعد أن يبلغ رسميا بفشل المساعي الدولية لدفع الحوثيين إلى توقيع المطالب الست للحكومة. أما وفد الحوثيين فما زالوا متمسكين في مطلبهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية كما أسموها، دون الحديث عن تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد كان قد التقى وفد الحكومة وطلب منهم تثبيت النقاط الست كشرط للعودة إلى المشاورات. ولد الشيخ جدد استعداد المجتمع الدولي دعم اليمن، إلا أنه طالب المشاركين في مشاورات السلام بالتفاعل البناء خلال الاجتماعات واللجان الخاصة من أجل التقدم بالملف السياسي والأمني وقضية الأسرى والمعتقلين. أما السلطات الكويتية أكدت لجميع الأطراف أنه لا خروج من الكويت إلا بحل سياسي، ولا بد من مزيد من الصبر أمام التحديات.